السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله مساءكم مشاهدينا بكل خير. أهلا بكم في عدد جديد من برنامج الظهيرة، يأتيكم مباشرة عبر الإخبارية التلفزيوني الجزائري وتتابعون فيه اليوم. في الملف الأول سنسلط الضوء على مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية وعلى المشاريع والنماذج الناجحة. برنامج الظهيرة يستضيف المحلل الاقتصادي الدكتور العربي غويني للوقوف عند المكاسب المحققة والرهانات في مجال الصناعات التحويلية بالجزائر. في قطاع التكوين والتعليم المهنيين نفتح نافذة لنتعرف على التخصصات الجديدة المستحدثة حسب للدخول المهني الجديد بولاية المريكة. وفي ملف الوقاية سنسلط الضوء اليوم على إجراءات مصالح الحماية المدنية للوقاية من أخطار التقلبات الجوية. مشاهدينا، هذه المواضيع تتابعون تفاصيلها بالتحليل والنقاش خلال عمر هذا البرنامج، بالإضافة إلى موعد إخباري على رأس كل ساعة. تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في برنامج الظهيرة الذي يرافقكم إلى غاية تمام الخامسة مساء. والمستهل وأول ملف في عدد اليوم من برنامج الظهيرة سيكون حول مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية الذي شهد زيارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور كمال بداري صبيحة اليوم للوقوف عند أهم المشاريع. وأيضا نسلط الضوء اليوم حول المشاريع والنماذج الناجحة. للحديث عن هذا الموضوع وللمزيد من التفصيل يحضر معنا مدير مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي السيد رياض باجي. أهلا وسهلا سيدي. شكرا على تلبيتكم الدعوة. إذا مجال التكنولوجيا الصناعية هو مجال تعول عليه الجزائر كثيرا خاصة خلال هذه المرحلة. بداية سيد باجي، نتعرف على مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية والمهام الموكلة إليها. نعم، شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرة أخرى أشكركم على هذه الدعوة التي سنتمكن من خلالها بحول الله تعالى من وضع المشاهد الكريم في صورة ما يقوم به البحث العلمي من نشاطات وإنجازات، وأيضا نضعه في الصورة من حيث ما يمكن أن يساهم به البحث العلمي في التطوير التكنولوجي ومرافقة القطاع الاقتصادي الوطني. لكن قبل هذا وأعود إلى سؤالكم لأقول بأن مركز البحث في التكنولوجيا الصناعية ومؤسسة وطنية بحثية تهتم بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. من مهامه الأساسية إعداد برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ذات علاقة بمختلف مجالات التكنولوجيات الصناعية. المركز منظم في شكل يعني أقطاب موزعة عبر التراب الوطني. عندنا مقر مركزي متواجد بالشرقة، نعم، يتم فيه تطوير تقنيات كالميكانيك، التلحيم، المراقبة الغير متلفة، تأكل المواد. يحتوي أيضا على مخابر وورشات معتمدة وفق المعيار إيزو، تهتم بإسداء خدمات لفائدة القطاع الاقتصادي والاجتماعي. المركز أيضا لديه وحدة بحث تطبيقي في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد، وهي وحدة بحث متواجدة بالمنطقة الصناعية بسطيف. نعم. المركز أيضا له وحدة بحث في مجال الحديد والصلب، وهي تختص بكل ما متعلق بعلم المعادن ومعالجة المناجم، وهي متواجدة بمدينة عنابة. المركز أيضا له قواعد تكنولوجية، يعني أرضيات تكنولوجية، سكون أبيلي بلاتفورم تكنولوجيك. عندنا أرضية تكنولوجية متواجدة على مستوى مركب الحجار، هي داخل مركب الحجار في عنابة، مختصة في المعادن، وهي تهتم بكل ما هو متعلق بتطوير المواد المعدنية. في قاعدة تكنولوجية أخرى متعلقة بالميكانيك والروبوتيك والخدمات، متواجدة على مستوى مدينة وهران. فيه أيضا قاعدة تكنولوجية
على مستوى مدينة بوسماعيل مختصة في الأنظمة المحمولة الذكية، وهي المختصة في صناعة الطائرات بدون طيار. يعني في إعداد نماذج، حتى أكون دقيق في التعبير، في تطوير نماذج لطائرات بدون طيار، كما أيضا للمركز مؤسسة فرعية، وهي يعني مؤسسة اقتصادية تهتم بالخدمات. تخصص تاعها هو إسداء خدمات لفائدة القطاع الاقتصادي والاجتماعي، وهي بمثابة همزة وصل بين البحث العلمي والتقنيات المتحكم فيها والمطورة على مستوى المخبر. عن طريق هذه المؤسسة نقوم بتسويقها نحو القطاع الاقتصادي بصفة عامة والقطاع الصناعي الوطني، فهي بذلك تشكل همزة وصل بين البحث العلمي وهذا القطاع الاقتصادي، من مهامها التكوين التأهيلي، المراقبة الغير متلفة، مرافقة المؤسسات الصناعية من أجل وضع مخابر واعتمادها وفق المعيار إيزو، إلى غير ذلك من المهام. فهذه بصفة عامة يعني هيكلة المركز وتنظيمه على المستوى الوطني. طيب، من خلال كل هذه المراكز الموزعة عبر التراب الوطني، أفهم من كلامكم أنه المركز يولي اهتمام لعدة مجالات ومجالات مختلفة أيضا. بالفعل، هو انطلاقا من مهام المركز، يتضح يعني جليا أن المركز من خلال باحثيه وفرق البحث والمهندسين يتدخل في عدة مجالات، وهذا التدخل يعني ليزانترفونسيون عندها عدة أشكال. المجالات يمكن أن تكون في الميكانيك، في الإلكترونيك، في تقنيات التلحيم، في المراقبة الغير متلفة، في التطوير التكنولوجي من خلال وضع نماذج لآلات وتجهيزات علمية أو تكنولوجية أو صناعية. تدخل المركز يتم عن طريق عدة محاور، سواء من خلال دراسات وخبرة، يعني ليزيتود ليزيكسبرتيز، أو من خلال مرافقة أكومبانيومون. فيه الكثير من الصناعيين الذين اقتربوا من المركز وطلبوا منا مرافقة حول مشروع معين. وعلى ذكر المرافقة سيد باجي، في حاضنة أعمال أيضا على مستوى المركز. في حاضنة أعمال على مستوى المركز، راح نرجع لك فيما بعد. المركز أيضا يتدخل عن طريق اقتراح ووضع نماذج لآلات لتجهيزات، ربما سنعود بالتفصيل فيما بعد لهذا الموضوع. هذه الآلات وهذه التجهيزات يتم تصميمها وإعداد دراستها ومخططاتها، وكل التفاصيل العلمية التقنية التكنولوجية يتم إعدادها من طرف باحثي ومهندسي المركز. ثم من خلال علاقاتنا في الشراكة والتعاون مع فاعلين في الاقتصاد في القطاع الصناعي، نقوم بتصنيع هذه النماذج من الآلات، ويتم توجيهها لكي تجرب في الظروف الحقيقية، لأنه المناخ على مستوى المخبر هو غير المناخ الحقيقي. يعني من مرحلة المخابر إلى مرحلة التصنيع، الانتقال من مرحلة من مستوى المخبر إلى ما نسميه مستوى الاستعمال في الظروف الحقيقية. لأن مستوى لأن المخبر في الحقيقة يعتبر يعني وسط مثالي، سيت ميليو بارفي، في مخبر نتحكم في كل شيء، لكن لما ننتقل إلى الظروف الحقيقية فيه عوامل أخرى تدخل وتأثر على هذه الآلة أو على هذا النموذج. لهذا أول خطوة نقوم بها بعد تطوير نموذج تكنولوجي لآلة كائن المكان استعمالها بصفة عامة، أول خطوة نقوم بها هو تجريبها في الظروف الحقيقية وفي الظروف القصوى أو كونديسيون إكستريم. لما نقوم بهذا العمل؟ لكي يعني نقوم بهذا عمدا لكي تظهر النقائص، لأنه كما قلت سابقا الدراسة مهما كانت الدراسة والحسابات والتصميم فهي تبقى نظرية، لكن ما هو المحك الحقيقي؟ هي مبنية على التطوير أيضا. شكرا، مبنية على التطوير. ما هو المحك الحقيقي؟ المحك الحقيقي لهذه الآلة ولهذا الجهاز
ولهذا النموذج عندما يخرج ويجرب في الظروف الحقيقية. هذا يسمح أولا بإظهار بعض النقائص التي قد تكون يعني لم تأخذ بعين الاعتبار خلال عملية صناعة النموذج. ثانيا سيمكن من تطوير هذا النموذج، من تطوير وجعله يعني يتلائم مع مجال الاستعمال الذي أعد له. طيب، قبل المرور واستعراض المشاريع أو بالأحرى النماذج الناجحة المطورة على مستوى مركز البحث، هل يمكن معرفة دور حاضنة الأعمال على مستوى المركز، عدد المشاريع ربما التي تحتضنها؟ والله هو دور حاضنة الأعمال يعني كما يتضح من اسمها هو احتضان المشاريع. نعم، احتضان المشاريع القادمة من أصحاب الأفكار، من أصحاب الذين لهم قدرة على الإبداع، من طلبة الجامعات، وبالتالي هذا المشاريع نأتي بها على مستوى هذه الحاضنة ونقوم بمرافقتها حتى يتم إنجاز النموذج الأولي، وكما قلت لك ثم فيما بعد فيه آليات من بعد. يمكن أن نذهب إلى إنشاء مؤسسة فرعية، يمكن أن نذهب إلى إنشاء مؤسسة ناشئة، يمكن أن نذهب إلى عقد شراكة مع صناعي موجود في القطاع العام أو في القطاع الخاص. الآليات متعددة، الآليات والميكانيزمات التي نتم من خلالها الانتقال بهذا المنتوج من المخبر إلى خارج المخبر. طيب، ابقى معنا سيد باجي، سنوصل النقاش في هذه النقطة، ولكن قبل ذلك ننتقل الآن مباشرة إلى غرفة الأخبار لمتابعة هذا الموجز الإخباري، ثم نعود ثانية. متواصلون معكم دائما مشاهدينا عبر برنامج الظهيرة على الإخبارية للتلفزيون الجزائري. إذن نستكمل النقاش حول موضوع البحث، مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية. ولاستكمال هذا النقاش أرحب مجددا بضيفي مدير مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية السيد رياض باجي، أهلا وسهلا مجددا. شكرا. إذن أستاذ رياض، توقفنا عند دور حاضنة الأعمال في المرافقة وفي التأطير أيضا، نتحدث الآن عن النماذج الناجحة التي عكف المركز على تطويرها. نعم، شكرا. وفي الحقيقة قبل الحديث عن النماذج أود أن أقول كلمة فيما يخص دور البحث العلمي ومساهمته في الاقتصاد الوطني. في الحقيقة أن البحث العلمي يعتبر العمود الفقري لأي تطور صناعي أو أي تطور تكنولوجي. من هذا المنطلق الباحثين على مستوى المركز يعني مدركون لهذا الأمر جيدا، وهم بذلك منخرطون في هذه السياسة الوطنية التي تهدف إلى تقوية مساهمة البحث العلمي في التطور الصناعي والتطور الاقتصادي الوطني. في هذا السياق المركز وضع استراتيجية تعتمد على وضع مجموعة من الأولويات واختيار مجموعة من القطاعات، سميناها قطاعات ذات الأولوية. هذا لا يعني أننا أهملنا القطاعات الأخرى، ولكن وضعنا مجموعة من القطاعات التي تندرج في إطار سياسة الأولويات الوطنية كالأمن الغذائي، الأمن الطاقوي، وصحة المواطن. هذه هي المحاور الأولية ذات أولوية في مشاريع البحث الوطني. في هذا السياق اخترنا، قلت، مجموعة من يعني القطاعات. أذكر على سبيل المثال قطاع الفلاحة، الصحة، الصناعة، ما يتعلق بمجال الغابات والحماية المدنية والحماية من الحرائق إلى غير ذلك. ولكل من هذه القطاعات عندنا مجموعة من الشركاء ووضعنا معهم مجموعة من المشاريع، مجموعة من المشاريع التكنولوجية التي يعني تنتهي بوضع نموذج لآلة، جهاز، دراسة، خبرة، مرافقة، ان كونساي الى غير ذلك. فعلى سبيل المثال
في مجال الصناعة. في مجال الصناعة احنا عندنا وحدة بحث مختصة في ما يسمى بالتصنيع الإضافي. التصنيع الإضافي هو باختصار الطباعة ثلاثية الأبعاد الامبريسيون 3D. والآن هذا الطباعة ثلاثية الأبعاد هي يعني المستقبل في تشكل يعني أداة المستقبل في كل الصناعات. الآن تدريجيا راهي تدخل في مختلف الصناعات على المستوى العالمي، والجزائر أيضا أعطت أهمية لهذا المجال من خلال دعم هذه البرامج. فإحنا على مستوى وحدة البحث قام الباحثون بتطوير مجموعة من الآلات. هذه الآلات يعني ذات تحكم رقمي، وكما ذكرتم في خلال زيارة السيد الوزير اليوم إلى المركز اطلع على هذه التجهيزات وعلى هذه الآلات، وقدم أيضا مجموعة من التوجيهات للباحثين. فهذه الآلات ذات التحكم الرقمي تستعمل في الطباعة ثلاثية الأبعاد لقطع لأجزاء ميكانيكية صغيرة دقيقة كانت تصنع فيما مضى بالطرق التقليدية، تستغرق وقت طويل وتكلف يعني أثمان أكثر مما هو يعني الآن. فبفضل هذه التقنية التي تم تطويرها الآن يمكننا اقتراح هذه الآلات على الشركاء الصناعيين، أو يمكننا أيضا إسداء خدمات من خلال إنتاج هذا النوع من القطع الصغيرة واقتراحها على المستعملين الذين هم من القطاع الصناعي الوطني. سيد باجي، أفهم من كلامكم أنه فيه عدة اتفاقيات مع متعاملين صناعيين وطنيين. الآن رانا في مجال يعني يعني ليزيشانج مع متعاملين صناعيين. ستفضي بحول الله تعالى، هناك بعض الصناعيين من اقتربوا من المركز وطلبوا خدمة في هذا المجال. الآن يعني احنا في مشاورات معهم، وستنتهي بإذن الله تعالى هذه المشاورات بإمضاء اتفاقية. فيه مجال آخر لا يقل أهمية، هو مجال معالجة المناجم. تعرفي الجزائر بلد غني جدا بالمناجم، لا سيما مناجم يعني المعدنية كالحديد وغيرها. فعندنا فرق بحث على مستوى وحدة البحث في المناجم والتعدين وضعت طورت يعني نماذج لآلات تهتم بهذا النوع من التحليل والمعالجة، ووضعت أيضا فرق البحث هذه وضعت يعني طرق دي بروسيس دي بروسيدي. هذا الطرائق يعني تضع المراحل اللازمة للانتقال من المنجم من حالته الطبيعية سونيتا بروت إلى الحالة النهائية وهو استخراج الفولاذ، لا سيما ما تعلق بتخفيض نسبة الفوسفور في المنجم، لأنه الفوسفور هو مادة غير مرغوب فيها، تؤثر على الخصائص، تؤثر سلبا على الخصائص الفيزيائية والميكانيكية لهذا لهذا المنجم. وبالتالي هذا الفرق وضعت هذا المخطط الذي بإمكانه ننطلق من المنجم دون سوني تبريت لنصل إلى الفولاذ. كيف يتم تجريب هذه النماذج سيد بنجي؟ يتم تجريب هذه النماذج عند أحد شركائنا الصناعيين ومؤسسة وطنية تقوم بالنشاط في هذا المجال. أمضينا معها اتفاقية ونحن الآن في تبادل يعني في تعاون معها من أجل تجريب هذه النماذج والتحقق من فعاليتها. فيه مجال آخر لا يقل أهمية، هو مجال الإسعاف في خلال الكوارث الكبرى مثل الفيضانات، مثل الأخطار يعني الأخطار الكبرى، الكوارث الطبيعية لنقل بصفة عامة. تعرفوا باللي في بعض الأحيان عندما تحدث كوارث طبيعية يصبح الإنسان غير قادر باش يدخل لهذه المنطقة. بفعل مصنفة ضمن البلدان المعرضة للأخطار الكبرى. للأخطار الطبيعية شاهدنا في السنوات السابقة يعني الفيضانات، قد تحدث في بعض الأحيان زلازل، الحرائق يعني ما يجعل المنطقة هذيك فيها خطر، ولا يمكن للعنصر البشري أن يدخل تلك المنطقة لأنها تشكل عليه خطر. نستعمل تكنولوجيا أخرى، هي تكنولوجيا الطائرات بدون طيار. فنرسل هذه الطائرة وتبعث
فريق الإنقاذ تبعث بالمعلومات اللازمة وبالصور اللازمة وبالفيديوهات اللازمة التي تمكن هذا الفريق من اتخاذ القرار المناسب ووضع يعني الطريق الذي يجب سلوكه لبلوغ هذا المكان وتقديم الإسعاف ربما لأناس قد يكونون يعني معرضون للخطر في هذه المناطق. عندنا شريك رئيسي في هذا المجال، شركاء رئيسيون هم الحماية المدنية والمديرية العامة للغابات ومصالح المديرية المركزية للأخطار الكبرى على مستوى وزارة الداخلية. في هذا الشأن قمنا بتطوير نماذج لطائرات بدون طيار. نعم، يعني ممكن استعمالها في أكثر من قطاع. طبعا هي متعددة الاستعمال. نعم، طائرة بدون طيار تستعمل في مجالات كثيرة، في مجالات الرصد، في أخذ الفيديوهات، في الفلاحة الصور، في الفلاحة تستعمل، في إحصاء يعني حتى عند الموالين في إحصاء رؤوس الأغنام، لأنها لا يمكن يعني إعدادها بالطرق اليدوية، وبالتالي فهي متعددة الاستعمالات. يكفي فقط تزويدها بالأنظمة المحمولة اللازمة وبالبرمجيات المعدة خصيصا لهذا الغرض. طيب سيد باجي، ونحن نتحدث عن كل هذه النماذج الناجحة التي طورت من قبل مركز التكنولوجيات الصناعية، مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، يعني هل يمكن يعني استعراض أو معرفة مكانة الابتكار في مركز البحث، وكيف يمكن جعله تحفيزا أو حافزا للتجديد الصناعي، خاصة وأن الجزائر الآن أصبحت تعول كثيرا على هذا المجال وعلى هذا المركز بالذات؟ والله هو مكانة الابتكار في المركز يعني تتضح جليا من خلال نوعية المشاريع المقدمة ونوعية النماذج المقترحة ونوعية الشركاء الذين يشتغل معهم المركز، اللي هما إما شركاء يعني صناعيين، إما هيئات عمومية، إما مؤسسات كبرى في الدولة. ثم مكانة الابتكار في المركز تتجلى تتضح جليا من خلال نوعية الحلول المقترحة والمقدمة، ومكانة الابتكار في المركز تتضح جليا من خلال يعني الكم الهائل، العدد الهائل من العلاقات التي يمتلكها المركز مع هذه الهيئات ومع هذه الجهات، ويتضح أيضا من خلال الطلب المتزايد والإقدام المتزايد على المركز وعلى نشاطاته البحثية، يعني نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. فهناك إقبال متزايد وطلب متزايد للخدمات، وأيضا طلب متزايد للتعاون والشراكة في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. نعم، خلال بداية حديثكم سيد باجي أشرتم إلى أهمية تسمين نتائج البحث العلمي، ولكن الآن كيف يمكن المرور من المخبر إلى عملية التطوير أو حتى التصنيع؟ نعم، والله هذا موضوع مهم جدا. نعم، لأنه في الحقيقة ذكرت في البداية بإيجاز، هو أنه لما نصنع جهاز أو لما نصنع آلة على مستوى المخبر فهذا يعتبر وسط مثالي، سيت ميليو بارفي، فبذلك لابد من الانتقال من مستوى المخبر الى المستوى الحقيقي اللي فيه الظروف الحقيقيه اللي راح تواجهها هذه الآلة، هذا النموذج، هذا الجهاز الى غير ذلك. الان هناك التجريب في الظروف الحقيقيه الذي سيمكن من اجراء الرتوشات اللازمه حتى تصبح هذه الآلة قابلة يعني للإنتاج فيما بعد، للتصنيع فيما بعد من طرف الصناعيين المؤهلين والمختصين. الآن فيه شق آخر اللي هو متعلق بالآليات والميكانيزمات التي يمكن أن نصور. الآن الحمد لله في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يعني القوانين تضمن هذا الإطار القانوني موجود، الإطار التشريعي موجود، والصيغ قد تكون متعددة. الهدف من هذا كله هو تسهيل إيصال منتوج البحث العلمي، إيصاله إلى الصناعي أو إيصاله إلى الاستعمال، تسهيل. فهذه الميكانيزمات قد تكون في شكل مؤسسة فرعية يعني ديفيليا، قد تكون في شكل ستارت اب،
والإطار القانوني يعني يكفل جيدا هذا الموضوع. قد تكون في شكل ديسبينوف، قد تكون في شكل اتفاقات شراكة بين مؤسسات البحث العلمي ومؤسسات صناعية، الهدف منها هو la production en série des prototypes développés au niveau de la recherche، النماذج المطورة على مستوى البحث. فإذا الصيغ موجودة والميكانيزمات موجودة، وهذه كلها تعزز فيما ذكرناه آنفا، وهو يعني ضرورة الدفع بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي نحو الواجهة، نحو الإسهام بقوة في التطوير الاقتصادي الوطني. وهو كذلك يبقى معنا السيد باجي. مشاهدينا نذهب إلى فاصل ثم نعود. إذن مشاهدينا متواصلون معكم دائما. إذن أرحب مجددا بضيفي السيد باجي. السيد باجي، تحدثنا عن النماذج الناجحة على مستوى مركز البحث في الصناعات أو في التكنولوجيات الصناعية. الآن في سيارة أو نموذج لأول سيارة كهربائية، هل يمكن معرفة آخر تفاصيل هذه السيارة أو هذا المشروع أين وصل، وأيضا تفاصيل المسابقة الوطنية التي تم إطلاقها؟ نعم. هو هذا المشروع كان أطلق في السنة الماضية، مشروع يعني لوضع نموذج أولي تجريبي لسيارة كهربائية، وبحمد الله تعالى دونك تم الانتهاء من اشغال هذا النموذج، وتم عرضه بيعني مواد متوفره محليا من محرك، من مواد يعني مستعمله في التغليف وغيرها. هذا النموذج الاولي، هذا متعدد الاستعمالات، قد يستعمل في المناطق الصناعيه، قد يستعمل في المطارات، قد يستعمل في المركبات السياحيه وغيرها. دونك هذا النموذج الاولي انتهينا منه. الان نحن نشتغل على النموذج الثاني، لكن من اجل هذا النموذج الثاني لكي يعني ينجز على ما يرام، سنلجا بحول الله تعالى الى انشاء يعني ان كونسورسيوم يضم صناعيين، يضم باحثين، تكتل. فبدينا الان فيه هناك مؤسسات وطنيه مضينا معهم اتفاقيات، لا سيما في مجال مثلا الانتاج المحرك الكهربائي. وفيه ايضا مؤسسات وطنيه اخرى احنا في تشاور معهم، وان شاء الله سينتهي بانشاء هذا التكتل، وسننطلق في انجاز نموذج النموذج الثاني لا دوزيام فيرسيون يعني تاع السياره الكهربائيه. شيء اخر مهم في هذا الموضوع هو اننا اطلقنا مسابقه وطنيه لاختيار احسن تصميم. وهذا الاطلاق، هذا الاعلان يعني لقى تجاوب كبير جدا من طرف المختصين، وفيه الان ناس تشتغل، وان شاء الله تعالى في الموعد المحدد اللي هو تاريخ 20 ديسمبر سنستلم يعني المقترحات التي ترد الينا من طرف المصممين، وستكون هناك لجنة خبراء يعني اختيار وتصنيف هذه المقترحات. بالتوفيق لكم سيد رياض باجي على رأس مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، وشكرا جزيلا على كل التفاصيل المقدمة لنا خلال اليوم. شكرا لكم. إذن مشاهدينا الظهيرة متواصلة، فاصل ونواصل.
نرحب بكم مشاهدينا مجددا في برنامج الظهيرة عبر الإخبارية للتلفزيون الجزائري. إلى ملف الصناعات التحويلية والمكاسب المحققة والرهانات المستقبلية في ظل الاستراتيجية المسطرة لتطوير هذا المجال. لإثراء النقاش حول هذا الموضوع يحضر معنا المحلل الاقتصادي الدكتور العربي غويني. أهلا وسهلا دكتور. شكرا على الدعوة تفضل. شكرا على تلبيتكم الدعوة. إذن دكتور غويني دعني أبدأ معكم من واقع الصناعات التحويلية في الجزائر واستراتيجية تطويرها في إطار برنامج التنويع الاقتصادية. طيب لما نتحدث على الصناعة التحويلية حتى يتابعنا المشاهد الكريم، وهي تحويل المواد الخام إلى سلع للاستهلاك وللتصدير. نعم. ومن منطلقات نجاح صناعة التحويلية في أي بلد ما توفر على المواد الخام والتكنولوجيا، المواد الخام والتكنولوجيا. والحمد لله في الجزائر تتوفر على المواد الخام. نعم. في شتى القطاعات والتكنولوجيا. أنت كنت تستضيفين مركز البحث تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدى مساهمته في تطوير الصناعة، وبالتالي للأسف الشديد في السابق لم تكن هناك استراتيجية لتطوير قطاع الصناعة التحويلية، بحيث كانت نسبة الصناعة التحويلية حتى من 2012 إلى 2019 أو 2020 لم تتعدى نسبة 4%، مع أن الدول التي كنا نملك أكثر منها إمكانيات تصل الصناعات التحويلية في مساهمتها في الناتج الإجمالي كمثلا كتونس إلى 14%. بعدما جاء السيد رئيس الجمهورية إلى سدة الحكم أعطى مكانة بالغة تطوير الصناعات التحويلية، فلا يعقل الجزائر تتوفر على مواد خام، تتوفر على موارد طبيعية، ولا تطور الصناعات التحويلية. فكانت كما تفضلتي رسم استراتيجية واضحة المعالم والمنطلقات لتطوير هذا القطاع، لأن التنويع في الصادرات لابد أن ينطلق من تطوير الصناعات التقليدية. فنجد الدول الصناعية، تخيلي معي أن مساهمة المنتجات أو السلع الصناعات التحويلية في سلة الصادرات تصل في الصين وغيرها من الدول الصناعية تصل إلى 80%، معناها 80% تمثل مجموع الصادرات هي جاية من الصناعات التحويلية. فكان إعادة النظر، إعادة هيكلة القطاع الصناعي في الجزائر، تدعيم للصناعات التحويلية تم تدعيمها، وتم كذلك تهيئة المناخ الاستثمار، دعوة فتح المجال أمام المستثمرين القطاع الخاص والقطاع العام. وكذلك جعل الجامعة والبحث العلمي في خدمة تطوير هذه القطاعات أو هذه الصناعات التحويلية. نملك أختي الفاضلة الصناعة، نملك في القطاع الفلاحي يمكن أن تلعب دور الصناعات التحويلية الغذائية، تلعب دورا هاما. كذلك في الصناعات البتروكيميائية، تخيلي أن عندنا ثلاث سنوات لم نستورد مشتقات البترول. أصبحت مشتقات البترول، وهذا من 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 التزامات السيد رئيس الجمهورية ومن حرصه على ضرورة إنتاج المشتقات البترول في الجزائر. تخيلي معناها لو نحسب المردودية الاقتصادية عندما نصدر برميلا من البترول، نصدره إلى الخارج ونصدر المشتقات، فرق يصل في 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 حدود 30% او 40، معناها 40 مره اكثر من اننا نصدر برميل خام.
عندما نقوم بتكرير هذا واستخراج المشتقات البترولية تربح الجزائر إلى 30 أو 40 مرة عوضا من أن نصدر. كنا نصدر فقط الخام، البترول الخام، نعم، والمشتقات نستورد المشتقات. فكان في حقيقة الأمر كان هذا أمرا منعرجا جيدا، نعم، في مسار مكلفا أيضا للخزينة العمومية الحال. فكان منعرجا في هذا في هذه المسألة أخذه السيد رئيس الجمهورية على عاتقه، وبدأت بالفعل عندنا 3 سنوات لم نستورد، نعم، لا المازوت ولا المشتقات البترولية أصبحت. وهذا كذلك بتخصيص ميزانية كبيرة، ميزانية للاستثمار في قطاع البتروكيماويات، في الصناعة الغذائية أخذت كذلك الصناعة، نعم، الغذائية التحويلية الغذائية أخذت مكانة كبيرة في هذه الاستراتيجية. فلا يعقل أن الجزائر تنتج الأطنان من كافة المواد الفلاحية ونستورد الصناعات الغذائية، نعم. وبالتالي معنى هذه أولوية، خطوة في حقيقة الأمر إلى المسار الصحيح، إلى المسار الحقيقي، لأننا نهدف أو تهدف الدولة، نعم، إلى التنويع الاقتصادي. وإلى وبعد لما نقول أن التنويع الاقتصادي في أدبية الاقتصاد معناه لابد من التنويع الاقتصادي، سوف نصل إلى التنويع، نعم، الصادرات. دكتور غويني، مدام أشرنا إلى القطاع الفلاحة وأهميته في مجال الصناعات التحويلية، ما هي أهم المجالات التي يعول أو تعول عليها الجزائر في قطاع في مجال الصناعات التحويلية؟ إذن شوف، الاستراتيجية متكاملة متكاملة. أنا لما بديت الحديث قلت لك منطلقات الصناعة التحويلية، نعم، قلت لك المواد الأولية، صح، موجودة. ما المواد الخام، إحنا تسمى في لغة الصناعة التحويلية المواد الخام. المواد الخام موجودة في القطاع، يوفرها القطاع الفلاحي، نعم. المواد الخام يوفرها القطاع البترول والغاز، المواد الخام يوفرها قطاع صناعة الإلكتروني إلى غير ذلك. وبالتالي معناها الآن المواد الخام موجودة، هناك مجهود جبار تبذله وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل التوفير والمرافقة في توفير التكنولوجيا، نعم، لأننا نحتاج الصناعة التحويلية تحتاج إلى التكنولوجيا. على المحيط الاقتصادي، على المحيط الاقتصادي لعبت دورة في المدة الأخيرة. الوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة أصبحت تلعب دورها، نعم، الحقيقي، خصوصا مع المؤسسات الناشئة إلى غير ذلك. وبالتالي معناها توفر التكنولوجيا المرافقة في وجود المادة الخام. وكذلك الأهم من هذا وذاك أن هناك إرادة حقيقية لرئيس الجمهورية لتطوير هذا القطاع الصناعة الذي ظل، أقول لك، لعقود عدة ظل مهمشا. لأنها لا يعقل أنت عندك مادة خام وما تديري الصناعة التحويلية، نستورد المنتجات النهائية من الخارج وعندك المواد الخام. وبالتالي معنى نحن نعول على بدأت في بطبيعة الحال بدأت نسبة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج الإجمالي بدأت ترتفع أبارتير من 2021، بدأت ترتفع نظرا لمساهمة، أقول لك، لمساهمة هذه الصناعة التحويلية في الناتج الإجمالي. وبدأنا كذلك في صناعة الحديد، هناك صناعة تحويلية في الحديد والصلب، أصبحت الجزائر تصدر الحديد وأنواعه إلى الخارج. وبالتالي ما معنى ذلك؟ معنى لما حتى تشوفي سلة الصادرات الجزائرية في 2022 وحتى في السداسي هذا 2023 تجد أن هناك تنوعا في المنتجات المصدرة من جاية من الصناعات التحويلية، نعم، هذا تحقيقا للاستراتيجية الوطنية. طيب ماذا نصدر الآن؟ لما وصلنا في 2022 وصلنا إلى 6 مليار دولار خارج قطاع المحروقات، نحن نصدر منتجات صناعة تحويلية، نعم. قد قمنا بتحويل في الصناعة الغذائية، في صناعة البتروكيميائية، نعم، في صناعة الإلكترونية المنزلية، في صناعة الحديد والصلب. وبالتالي معناه لما تشوفي الآن، لما نقول لك أنا الدول الصناعية، نقول لك أنا تايلاند، الصين، إلى غيرها من الدول الصناعية، وحتى الدول الصناعية الجديدة، البرازيل، جنوب أفريقيا، إلى غيرها. هذه الدول الصناعية الجديدة تعتمد في صادراتها على أكثر من 80% من صناعة التحويلية. نعم دكتور غويني، الجزائر خزان لكل المنتجات الفلاحية في مجال الصناعات الغذائية، كيف يمكن استغلال كل هذه المنتوجات وكل هذه الإمكانيات أيضا؟ أولا قبل أن أجيبك على السؤال،
القطاع الفلاحي كان في السابق يعيش فوضى بدون رؤية واضحة واستراتيجية متكاملة. لأن لما أقول لك أنا استراتيجية متكاملة معناها نبدأ من الإنتاج الفلاحي إلى غاية إما تلبية الطلب المحلي بالمنتجات الفلاحية أو تحويل نسبة من المنتجات الفلاحية إلى صناعات إلى الصناعة التحويلية. الآن لما جاء السيد رئيس الجمهورية وضع استراتيجية متكاملة بحيث يصبح القطاع الفلاحي يمد الصناعة التحويلية بالمواد المنتجات الفلاحية، وأصبحت بالفعل أصبحت هناك نمتلك مصانع، ونقول لك أصبحنا نمتلك مصانع بجودة عالية، أصبحنا كذلك نبحث عن الجودة كواليتي. ونبحث أيضا نقيم معارض في الخارج في العديد من الدول. وبالتالي ما معنى ذلك؟ معنى أن المسار الصناعات التحويلية الملاحظ خلال هذه الثلاث سنوات بدأ يتطور. هذا التطور ناتج من واش؟ ناتج من إرادة حقيقية ومن رؤية واضحة ومن رؤية نقول نحن الاقتصاديون أنها صائبة. علاه؟ شوفي لما نقول الاقتصاد الجزائري يعتمد على ضرورة اعتماد على المؤسسة الناشئة، بالفعل معظم الاقتصاد العالمي تعتمد على المؤسسة الناشئة. الآن أقول لك أن الاقتصاد المتنوع والتصدير وعملية التصدير يعتمد على الصناعة التحويلية. إذن لابد كذلك للوصول إلى الاقتصاد المتنوع أو تنويع الاقتصاد وإلى تنويع صادراتنا لابد أن نعتمد كذلك على الصناعات التحويلية. لذا تشوفي قانون الاستثمار 2022 وحتى خطابات السيد رئيس الجمهورية في العديد من المناسبات تركز كثيرا على ضرورة تقوية قطاع الصناعة. علاه؟ لماذا؟ سؤال جواب واضح. لأن في قطاع الصناعات التحويلية نمتلك القدرة على المنافسة. هذا القدرة على من نمتلك؟ نمتلك القدرة على المنافسة لأننا نمتلك مخزونا كما تفضلت، مخزونا هائلا من المواد الخام. بدأنا أختي الفاضلة نسير التطور التكنولوجي. ثالثا أن هناك تحسن كبير في مناخ الاستثمار. وشكون اللي فرضوا؟ فرضوا قانون الاستثمار 2022 الذي يدعم تطوير الصناعات يعني التحويلية، يعني الأرضية ملائمة لتطوير مجال الصناعات التحويلية في الجزائر. بطبيعة الحال البنية التشريعية والبنية القانونية أدت إلى تهيئة مناخ الأعمال ومناخ الاستثمار. هذه نقطة. النقطة الثانية، لما كان هناك طلب، أقول لك في آخر إحصائيات الوكالة الوطنية لدعم وتطوير الاستثمارات هناك طلب كبير على فتح على الاستثمار في الجزائر في قطاع الصناعة التحويلية. شوفي في السابق لو كان نرجع 4 سنين ولا 5، تشوفي أهم الطلبات الاستثمار الشركات الأجنبية تعتمد على قطاع المحروقات والغاز. الآن لا أصبحت الشركات الأجنبية وأصبح المستثمر الأجنبي يعمل كذلك، يطلب الاستثمار في هذه في مجال يعني الصناعة التحويلية نحو اقتصاديات أخرى. وبالتالي هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هناك استقطاب لجذب المستثمرين الأجانب، وهذه جذب المستثمرين الأجانب وتشجيع القطاع الخاص. شوفي لما يقول لك السيد رئيس الجمهورية يقول لك أنا ملتزم بتمويل الصناعة التحويلية في مجال الزيت والسكر إلى 90%، معناها أن المستثمر الذي يريد أن يستثمر في هذا القطاع التحويلي، أنها تعتبر الزيت والسكر صناعات كذلك تحويلية، وبالتالي يقول لك أنا نمد لها حتى 90% نوفر لها 90% من التمويل. ما كانش في اقتصادات عالمية مثل هذه نسبة التمويل، خاصة أنها من المواد الأساسية. للغاية منها واش؟ الغاية منها تلبية الطلب المحلي ودعم القدرة الشرائية، تحقيق الأمن. ثم التفكير فاش نفكر في الولوج للأسواق، أولا الأسواق الإفريقية. السلعنا
أقول لك أن الاستراتيجية الآن القائمة هي أننا نقوم بالولوج إلى الأسواق، خاصة مع مجموع المشاريع الموجزة والبنى القاعدية. وهناك مجهود كبير يبذل على مستوى هذه القطاعات الاقتصادية الحساسة لدعم القطاع الصناعي والصناعات التحويلية للدخول إلى واش؟ إلى الدخول إلى السوق الإفريقية. واثني لما 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 السلع عندك قبل كاين بعض المنتجات تروح حتى الى شرق اسيا، كاين منتجات في اطار الصناعه التحويليه تروح حتى لامريكا اللاتينيه وامريكا الشماليه. هذا ان دل على شيء، انما يدل على واش؟ يدل على اننا بلغنا مستوى من الجوده، واحد. اثنين، سعرنا سعر تنافسي. وبالتالي معناه عندما حققنا هذا بدينا نصدر المنتجات. تخيل السيراميك، صناعة السيراميك أصبحت الجزائر تصدر كميات معتبرة، إن لم تخني الذاكرة وصلنا إلى 400 مليون دولار. الحديد ومشتقاته كذلك فاتورة، كنا نستورد عند 4 سنين كنا نستورد في الحديد وأنواعه، لأن أصبحنا نصدره. مين جات هذه؟ جات عن طريق تدعيم الآن المستثمر الجزائري أو القطاع الخاص الجزائري أو المستثمر الجزائري لما وجد الثقة وجد الثقة، وجد أن هناك مناخ استثمار ملائم جدا، وجد أن هناك دعم مطلق من الدولة لتطوير الأنشطة في إطار الصناعة التحويلية، وجد أن هناك تحفيزات جبائية وشبه جبائية. وشكون اللي وفرها؟ وفرها قانون استثمار 2020. شاف بأم عينيه أن رئيس الجمهورية بقرارات وبقوانين يحارب البيروقراطية ويحارب الاحتكار، يحارب المضاربة، كما نقول قوانين محاربة المضاربة ومحاربة الاحتكار ومحاربة الميوشن، هذه قاعدة تدخل في إطار تهيئة مناخ الاستثمار وتهيئة مناخ حماية الاقتصاد الوطني بطبيعة الحال. لأن في النهاية هذه القوانين لما نقول كانت هيئة مناخ الاستثمار ودحض المناخ الاحتكار، الاحتكار هي يكسر تطور الاقتصاد الجزائري كسره. لما تشوف لما هناك لجنة عليا أو مجلس أعلى للتصدير، ما معنى ذلك؟ المجلس الأعلى الاستشاري للتصدير، ما معنى ذلك؟ معنى أننا خلقنا، نحن نحاول دائما خلق مناخ أو بيئة تساعد. وش تساعد؟ تساعد القطاع الخاص. والجزائر مقبلة على مرحلة أخرى بطبيعة الحال. الآن نشجع على عملية التصدير، ما كناش نشجع على عملية التصدير. شوف في السابق لما تشوفي لي زافونتاج كانوا لعملية الاستيراد وليس لعملية التصدير. الآن المصدرين بعد قرار الأخير للسيد رئيس الجمهورية باستحداث مجلس استشاري للتصدير، معناه أننا نسهل ونذوب كل العراقيل التي تحد من تصدير المنتجات الجزائرية إلى الخارج. طيب دكتور غويني، هل ترون أن تثمين نتائج البحث العلمي ساهم كثيرا في تطوير مجال الصناعات التحويلية في الجزائر؟ شوف والله أقولها أن الآن حاليا الجامعة أصبحت تلعب دورا هاما ومهما ومباشرا. كنت أتابع حديث مدير المركز البحث، هذا مركز من المراكز في تطوير الصناعة. تخيلي معنى هذا المركز جعل لخدمة تطوير الصناعة وتطوير الصناعات التحويلية، لأن كما قلت لك الصناعة التحويلية تحتاج إلى التكنولوجيا. التكنولوجيا وين نوفرها؟ نوفرها كذلك توفرها الجامعة والبحث العلمي. الآن لما تشوفي مثلا في الصناعات الغذائية، في الصناعات الغذائية المتعلقة بالقطاع الفلاحي، تجدين كذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لعبت دورا مهما في انفتاح مخابر البحث وفرق البحث لتدعيم تطوير الصناعات الغذائية. العديد من الجامعات موجود فيها في تقريبا في كل القطر الجزائري، تقريبا كل جامعات إلا وتجدين فيها مخبر بحث وفرق بحث مدعمة واش لجعل هذه المخابر والأبحاث العلمية في خدمة واش؟ في خدمة الصناعة وفي خدمة الفلاحة وفي خدمة في السياحة. في السابق كنا نبحث، كنا نعد
الأبحاث ولكن للأسف الشديد كانت توضع في أدراج المكتبات. الآن لا، كان هناك اتفاقيات، تخيلي معنا هناك اتفاقيات مباشرة مع مخابر البحث ومع فرق البحث ومع الجامعات مع الوسط الخال. الآن هناك في تحول وديناميكية كبيرة، كلها تصب في صالح حتى أبعد من ذلك، في صالح عدة قطاعات. أبعد من ذلك أقول لك أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرا في الجامعات أعطى تعليمات للمؤسسات الجامعية بضرورة خلق مؤسسات ذات طابع اقتصادي للبحث، واش لخلق الثروة في مجالات عدة. وكذلك أعطى لبعض الجامعات المتخصصة إنشاء مكتب دراسات. هذه المكتب دراسات وهذه المؤسسات الاقتصادية وين كلها تسعى في خلق الثروة المساهمة العلمية التي نحتاجها في تطوير القطاعات الأخرى. من بين هذه القطاعات التي تحتاج فعلا البحث العلمي، تحتاج إلى التطوير التكنولوجي، هي الصناعات التحويلية. لأننا لا يمكن بأي حال من الأحوال حاليا أن تقوم صناعة تحويلية دون الاعتماد على المعرفة وعلى التكنولوجيا. طيب دكتور غويني، الوصول إلى الهدف المنشود والهدف الذي نصب إليه جميعا يحتاج إلى المزيد من العمل، ما هي الرهانات المستقبلية في مجال الصناعات التحويلية بالجزائر؟ أقول لك أن السوق العالمية والمستجدات العالمية لا بد أن نسيرها ولا بد أن نتلائم مع المعطيات العالمية حتى نستطيع المحافظة على تواجدنا في الأسواق العالمية. لأن علاه أنت راك تطور في الصناعة التحويلية تاعك، هناك دول كذلك تطور من الصناعات التحويلية. إلى ما كانش هناك استمرارية ومتابعة لا يمكن أن نحافظ على التطوير. اليوم مثلا السلعة ما عندها معايير، ممكن العام المقبل تكون السلعة هذه معايير أخرى، وبالتالي معنى ذلك معنى أنه لا بد أن نمتلك مخابر دائمة في الديمومة في البحث، الديمومة في التطوير التكنولوجي حتى نساير ما تم التوصل إليه. لأن لا بد أن نتحكم في التكنولوجيا ونجعلها تخدم الصناعة، وخاصة الصناعة اللي هو موضوعنا الصناعة التحويلية، على للمحافظة على الجودة وللمحافظة كذلك على التكلفة أو السعر. لأن هذه عاملين اثنين نسيطر بهما في السوق، العامل الأول the quality، العامل الثاني price سعر. ما يمكنش أنت دوكا الآن تدخلي الأسواق الأوروبية أو الأسيوية أو حتى أقول لك حتى الإفريقية وأنت لا تمتلكين جودة في المنتوج، ولا كذلك ولا تمتلكين سعرا تنافسيا. هذا الأمرين أساسيين. الأمر الثالث الضروري أنه لا بد أن تستمر المرافقة العلمية والمرافقة التكنولوجية لتطوير قطاعاتنا. وزيد لا بد كذلك أن نفتح مجال الشراكة، لأن لا يمكن الآن، هناك تكتلات اقتصادية وهناك منافسة شرسة. أقول لك هناك منافسة شرسة غير معلنة بين العديد من الدول تحدثوا عن الاقتصاد، وبالتالي معنى هذه المنافسة الاقتصادية الشرسة باش تقاومها بضرورة أن تطوري من منتجاتك ومن المخرجات الصناعية وخاصة الصناعة التحويلية. لأن في النهاية واش كاين الشاهد في هذا، واش كاين أننا نملك، الجزائر تملك مقومات نجاح صناعة التحويلية. نعم، الجزائر لها إمكانيات كبيرة في هذا المجال أكيد. دكتور غويني، شكرا جزيلا لكم، أنتم المحلل الاقتصادي، على كل التفاصيل المقدمة لنا حول هذا الموضوع. شكرا لك. شكرا. إذن مشاهدينا متواصلون معكم، فاصل ونواصل.
متواصلون معكم دائما مشاهدين عبر برنامج الظهيرة إلى غاية تمام الخامسة مساء. إذن إلى آخر التحضيرات تحسبا للدخول المهني الجديد وعن التخصصات المستحدثة في القطاع خاصة التي تواكب متطلبات سوق الشغل المحلية والوطنية. للحديث عن هذا الموضوع يحضر معنا مدير التكوين والتعليم المهنيين لولاية المدية السيد خالد بالخروج. أهلا وسهلا، شكرا على تلبيتكم الدعوة. وأنا بدوري شكرا على الدعوة. إذن سيد بالخروبي، على بعد أيام قليلة من الدخول المهني الجديد، إلى أين وصلت آخر التحضيرات لاستقبال المتربصين الجدد على مستوى ولاية المدية؟ شكرا على السؤال وشكرا مرة أخرى على الدعوة هذه. إذن قبل أن أتطرق إذا سمحتم للتحضيرات الجارية حاليا لاستقبال المتربصين إن شاء الله الجدد لخلال هذه الدورة، دورة أكتوبر 2023، أود أن أعرف بالقطاع، قطاع بما يسخر به قطاع التكوين والتعليم المهنيين لولاية المدية. إذن قطاع التكوين والتعليم لولاية المدية يسخر ب 17 مؤسسة متمثلة في مراكز التكوين والتعليم المهنيين، يضاف إليها 4 معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، وكذلك معهد جهوي للتكوين والتعليم المهنيين. تضاف إلى هذه المؤسسة التكوينية ملحقات وفروع منتدبة بعدد 12 مؤسسة. إذا عدنا للتحضيرات لهذه الدورة، وهي الدورة رئيسية، دورة أكتوبر 2023، فهي جارية بكل عزم من طرف الفاعلين في قطاع التكوين وتعليم المهنيين بالولاية، حيث قمنا كمرحلة أولى بعد الانتهاء من الدورة السابقة، دورة فيفري 2023، قمنا بعملية تقييمية لهذه الدورة شملت كل الجوانب حتى نتدارك كل النقائص التي وقعت ربما في تلك الدورة. مباشرة بعد هذه العملية التقييمية كانت هناك جلسات تنسيقية على مستوى المؤسسات التكوينية، كل مؤسسة تقوم بعمل ميداني في المحيط تاعها، المحيط الاقتصادي والاجتماعي اللي حول هذه المؤسسة، للتحضير لمشروع أولي يخص مشروع تلك المؤسسة فيما يخص عروض التكوين المهني لهذه الدورة. مباشرة إذن كل المؤسسات قامت بهذا العمل الميداني خلال شهر أفريل. بدينا بداية من شهر أفريل في عملية التحضير. ننتقل للمرحلة الثانية، وهي عرض كل هذه المشاريع على مستوى مجلس التنسيقي الولائي حتى يكون مشروع موحد يشمل كل الولاية ونسميه مخطط التكوين للولاية، وبالتالي عروض كل عروض الاختصاصات اللي نعرضها في الدورة القادمة. وبعد ما ننجز هذا المشروع نقدمه مباشرة إلى مجلس الشركة اللي ترأسه كما تعلمون السيد الأمين العام للولاية نيابة عن السيد والي الولاية، ويقوم وهذا مجلس الشركة يشارك فيه كل القطاعات، تشارك فيه كل القطاعات حتى يتم الإثراء لهذا المشروع. إضافة إلى كاين إضافات ولا كاين ربما تعديلات فيه، حتى يكون هذا العرض وهذه العروض تتناسب مع خصوصيات الولاية تاعنا والاحتياجات في شتى الميادين، ميدان الفلاحي أو الصناعي وكل الميادين الأخرى. إذا بعد هذا الدراسة من طرف مجلس الشراكة يتم المصادقة على هذا المشروع بصفة نهائية، وبالتالي تكون هذه العروض رسمية، وهي عروض كل التخصصات للدورة القادمة، دورة أكتوبر 2023. وبالتالي يتم وضعها وإدراجها في منصة مهنتي. نعم، أفهم من كلامكم سيد بالخروبي أن التحضيرات هذه السنة بدأت مبكرا وأن كل الظروف الآن مهيئة لاستقبال المتربصين الجدد. فقط فيما يخص التخصصات الجديدة المستحدثة على مستوى ولاية المدية هذه السنة، طبعا ككل دورة هناك دائما تخصصات جديدة اللي تظهر مع قدوم مستثمرين جدد
للمنطقة ومباشرة ربما أنشطة في مختلف الميادين. احنا دائما نحاول أن نساير ونرافق هذه النشاطات حتى نوفر اليد العاملة المؤهلة. قبل هذا أود أن أعطي بعض الأرقام فيما يخص هذه الدورة من حيث الإحصائيات بالأرقام. ماذا كنا عرضنا في هذه الدورة؟ عرضنا حوالي 8159 منصب بيداغوجي. نعم. منصب بيداغوجي كانت موزعة على كل الأنماط والأجهزة المتوفرة. المراكز والمعاهد المتخصصة. كل المعاهد وكل المراكز على مستوى الولاية وفرنا فيها 8159 منصب بيداغوجي. وكانت موزعة على كل الأنماط والأجهزة التكوين المتوفرة في المعهد في القطاع التكوين والتعليم العينين. منها نذكر الحضوري 1490 منصب، التمهين اللي نعطوله أولوية كبيرة ونصبه دائما باش يكون التعداد أكبر فأكبر اللي يصل حدود 70 أو حتى 80% من التعداد الإجمالي، وفرنا فيه 1915 منصب بيداغوجي، وهو هذا النمط يسمح للمتمهن باش يكون التكوين تاعو بصفة تناوبية ما بين المؤسسة التكوينية وبين المؤسسة الاقتصادية اللي يكون يجري فيها التمهين تاعو. وفرنا 300 مقعد بيداغوجي في الدروس المسائية للفئة العاملة اللي دائما تطلب تكوينات متخصصة اللي تحتاجها ربما هذه الفئة، فئة العمال. كذلك وفرنا 150 منصب بيداغوجي في المعابر، هذه المعابر تسمح لتحسين المستوى التكويني لمختلف الفئات. ربما نعطي مثال، ربما متخرج كان عنده شهادة تقني وكان عنده رغبة في تحسين هذا المستوى تاعو ليصير تقني سامي، هذه منحنا الفرصة هذه واللي هي المعابر ومنحنا 150 منصب بيداغوجي. كاين التأهيل الأولي، هذه تكوينات قصيرة المدى وأيضا مطلوبة من طرف الشباب تاعنا، وفرنا فيها 355 منصب بيداغوجي. في الوسط الريفي وفرنا أيضا 150 منصب بيداغوجي. كذلك في إطار الاتفاقية ما بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين ووزارة العدل، هناك توفير مناصب بيداغوجية للمؤسسات إعادة التربية المتواجدة في إقليم ولاية المدية. نعم. ومنها مؤسسات برواقية، بوكزول، قصر البخاري، طابلاق والمدية. وفرنا 1295 منصب بيداغوجي لتكوين نزلاء هذه المؤسسات الإعادة التربية. نعم. حتى نمكنهم من الحصول على تأهيلات، وبالتالي بعد الخروج من المؤسسات يكونوا مؤهلين للاندماج في 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 المؤسسه في الوسط الاجتماعي وايضا المؤسسات الاقتصاديه. كنا وفرنا ايضا للمستفيدين من محطه البطاله في الدوره الثالثه هذه، كما تعلمون انطلقت في اكتوبر 2022 انطلقت اول دوره، هذو اللي استفدوا من منحة البطالة. تم استدعائهم لمزاولة التكوينات المتخصصة حتى تكون تحسين القابلية تاعهم تاع التشغيل، وبالتالي تكون عندهم فرصة أكبر في الاندماج في عالم الشغل، وبالتالي تكون لهم هذه الفرصة. فقط سيد بالخروبي ابقى معنا في هذه النقطة، سنواصل النقاش، ولكن قبل ذلك ننتقل الآن مباشرة إلى غرفة الأخبار لمتابعة نشرة أخبارية مفصلة، ثم نعود ثانية لاستكمال النقاش في برنامج الظهيرة. أهلا بكم مشاهدينا مجددا في برنامج الظهيرة. إذن نستكمل النقاش فيما يخص موضوع آخر التحضيرات والتخصصات الجديدة المستحدثة على مستوى ولاية المدية في قطاع التكوين والتعليم المهنيين. سيد بالخروبي، نستكمل حيثما توقفنا فيما يخص الإحصائيات، كنا نتحدث عن الإحصائيات المسجلة على مستوى ولاية المدية في قطاع التكوين. إذا نواصل مع الإحصائيات اللي كنت بدي شرعت فيها نقدم فيها. إذا من 8159 منصب بيداغوجي متوفر، كنت ذكرت بعض الأنماط والأجهزة التكوين نواصل فيها. المستفيدين من محطة البطالة إذا وفرنا فيها في الدورة الثالثة تاعها 2175 منصب، وبالتالي يكونوا يضافون للمتخرجين، هو عدد معتبره يقارب 5000
اللي تكونوا حتى اليوم، هادو كلهم صار عندهم قابلية للتشغيل في أي لحظة يتم استدعائهم وعرض عليهم وظائف أو ربما مشاريع أو توظيف عند الخاص أو في القطاع العمومي، وبالتالي يدخلوا في عالم الشغل. بالنسبة للمرأة المكيثة بالبيت، كنا أيضا منحنا 150 منصب حتى نقرب التكوين للفئات هذه اللي هي في الوسط، هي أيضا نساء اللي طالب بالتكوين في بعض التخصصات اللي تمها. إذا وفرنا هذا التعداد تاع 150 منصب. بالنسبة للمدارس الخاصة، عندنا 3 مدارس معتمدة على مستوى ولاية المدية، كنا وفرنا 80 منصب بيداغوجي. إذا هذه هما الإحصائيات في مجملها اللي تشمل كل المؤسسات التكوينية بالولاية، وكما قلت من 1159 منصب بيداغوجي. التسجيلات تم الشروع بها يوم 15 جويلية وهي متواصلة على مستوى منصة مهنتي، على مستوى منصة مهنتي، وتتواصل إلى غاية 30 سبتمبر إن شاء الله. هناك مكاتب الاستقبال والتوجيه على كل مستوى، كل المؤسسة التكوينية تستقبل الشباب تاعنا اللي ربما يستفسر عن التخصصات والمعروضة، تقدم لهم كل الشروحات. كاين هناك تخفيف للملفات حتى تكون سهولة في عمل التسجيل، وكذلك مساعدة تقدم لهؤلاء الشباب للتسجيل عبر كما تفضلتي وقلتي المنصة مهنتي. إذا كل هذه المناصب البيداغوجية موزعة على كل المستويات الممنوحة في قطاع التكوين المهني، اللي هي الخمس مستويات: المستوى الأول والثاني الثالث والرابع والخامس، وكذلك تضاف إليها المستوى التأهيلي اللي قلت باللي هي فترات تكوينية تكون قصيرة المدى تتراوح من شهر إلى 3 أشهر. نعطي بعض الأرقام في هذا المجال. المستوى الأول وهو المستوى الأخفض في التكوين على مستوى المؤسسة التكوينية، كنا وفرنا 244 منصب بيداغوجي. المستوى الثاني اللي يقابلوا مستوى السنة الثالثة متوسط أو الرابعة متوسط، 2069 منصب بيداغوجي. المستوى الثالث 417 منصب بيداغوجي. المستوى الرابع إلى أم أصحاب السنة الثانية ثانوي، كنا وفرنا 400 منصب بيداغوجي. والمستوى الخامس اللي أصحاب المستوى الثالثة ثانوي يتخرجوا بشهادة تقني سامي، كنا وفرنا 595 منصب بيداغوجي. بالنسبة للتكوين التأهيلية كنا وفرنا 4354 منصب بيداغوجي. هذا بالنسبة للإحصائيات المسجلة على مستوى ولاية المدية في قطاع التكوين والتعليم المهنيين. إذا تماشيا ومتطلبات سوق الشغل المحلية والوطنية، أيضا تم أيضا استحداث تخصصات جديدة على مستوى ولاية المدية. هل يمكن تسليط ضوء على هذه التخصصات؟ كنا عرضنا ككل دورة تخصصات جديدة نذكرها من البعض منها. من هذه التخصصات الجديدة عرضنا الطاقة ومحيط الاتصالات. في مجال السياحة، السياحة خيار وكالة السفر، تركيب وصيانة عداد الري، الصيانة والصرف الصحي، خيار متعدد المهام في المواد اللينة. وهنا نعرفوا باللي منطقة المدية مشهورة في هذا المجال، خاصة صناعة الأحذية وما شابه ذلك. نريد تطوير هذه الشعبة ونكون فيها أقصى ما يمكن من الشباب حتى نطوروا في هذه الشعبة. كذلك هناك تخصص آخر وهو الخراطة الرقمية. هذه التخصصات هي في الحقيقة جديدة على مستوى الولاية، ربما لا تكون كذلك في مستوى الولايات الأخرى، تضاف إلى تخصصات سابقة كانت موجودة. تضاف إلى التخصصات اللي كنا عرضناها سابقا. ربما العدد تاع هذه التخصصات في مجملها بالنسبة لهذه الدورة، دورة أكتوبر 2023، هو 134 تخصص، منها في التكوين التأهيلية 49 تخصص. هذه التكوين التأهيلية نذكر بأنها مدتها مدة قصيرة. بالنسبة للتكوينات المتوجة بشهادة، هناك 85 تخصص، منها 20 لفائدة المستوى الخامس اللي هم التقنيين الساميين اللي كما قلت أصحاب المستوى الثالثة ثانوي.
اذا رحنا كما نقولوا نعطوا الارقام بدقه حسب كل شعبه والاهميه تاعها بالنسبه لهذه العروض تاعنا، نعطيكم الشعبه اللي كانت نالت ربما حصه الاسد وتجي في المرتبه الاولى هي شعبه الصناعه بكل التخصص تاعها، وتمثل ايضا لخصوصيه المنطقه طبعا ومرافقه كل الاستثمارات الجديده والمؤسسات الاقتصاديه المتواجده على مستوى القديم الولايه. كانت تمثل هذه التخصصات 24.65% في المرتبه الثانيه تجي الفلاحه والصناعات الغذائيه بحصه 13.19% من مجمل العروض تاعنا. في المرتبه الثالثه البناء والاشغال العموميه 12.50%، تليها الرقمنه الاعلام الالي والرقمنه 9.62% من مجمل التخصصات، وبعد ذلك الكهرباء والطاقات المتجدده ب 9.04%، تليها الاطعام الفندقه والسياحه ب 8.62%، والشعبه اللي تليها المياه والبيئه نظر الاحتياجات ايضا للولايه تاعنا بحصة 4.80%. طيب سيد بالخروبي، كيف تعملون على تقريب التخصصات الجديدة المستحدثة على مستوى ولاية المدية إلى الشباب المتربص الجديد؟ طبعا هذا السؤال وجيه. إذا نحن بعد ما قمنا بإدراج كل التخصصات نقوم مباشرة بالتوازي مع هذه العملية بحملة إعلامية وتحسيسية واسعة تشمل كل تراب الولاية وإقليم الولاية، وذلك باتخاذ جملة من التدابير، منها إنشاء لجنة إعلامية للقيام بالحملات الإعلامية والتحسيسية باستعمال كل الوسائل، كذلك إنشاء خلية الرقمنة بما أننا نستعمل المنصة المهنتي وأيضا منصة تسير، هذه منصة أيضا مستحدثة لضم كل المحاور اللي تشملها التسيير البيداغوجي، التسيير الإداري، التسيير المالي. إذا تم إنشاء خلية للرقمنة، وكذلك قمنا بفتح المكاتب كما تكلمت عليها سابقا، مكاتب الاستقبال والتوجيه قيلة أيام الشباب تاعنا، وأعطاهم كل التوضيحات وكل المعلومات الخاصة بالعروض تاعنا على مستوى المؤسسات. نتوقف عند هذه النقطة سيد بالخروبي، سنعود ولكن يرفع على مسامعنا الآن مشاهدينا صلاة أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للجزائر العاصمة وضواحيها، فلنستمع لصوت الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة،
حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعده. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. إذن نواصل النقاش سيد بالخروبي فيما يخص استراتيجيتكم لتقريب التخصصات الجديدة المستحدثة خلال هذا الدخول المهني للشاب الجزائري. إذن نواصل كما كنا ذكرنا، هي عبارة عن خريطة طريق لنتهجها في لقيام بحملة إعلامية وتحسيسية تكون تشمل ترام الولاية وتمس أكبر عدد ممكن من شريحة الشباب، حتى تعريفهم بالمخطط التكويني تاعنا وعروض التكوين تاعنا، وحثهم على الالتحاق بالمؤسسات التكوينية. نعم. إذا نواصل فيها، أيضا هناك تنصيب خلايا للترويج للدخول التكويني الجديد عبر كافة المؤسسات القطاع، برمجة حصص إذاعية وحتى تلفزية، وأنتم مشكورين على الدعوة هذه. يعني القوافل الإعلامية التي انطلقت السنة الماضية متواصلة هذه السنة أيضا. نعم. طبعا هناك القوافل التي تقوم كل مؤسسة، ومرات نقوم بمجموعة من مؤسسات تنظيم قافلة وتجوب كل المناطق اللي تكون في المنطقة تاعها، حتى نعرف كما قلت بالمخطط التكويني تاعنا. كاين هناك أيضا خرجات ميدانية مع الشركاء تاعنا الرئيسيين، منهم قطاع التشغيل والاليه تاعو لاناد لونجان، في اطار الاتفاقيات المبرمه، وعديد القطاعات اللي تساهم معنا في هذه الحمله الاعلاميه مثل قطاع السياحه. نعم. قطاع البيئه وغيرها من القطاعات، وهم مشكورين على هذا. كذلك ايام اعلاميه وتحسيسيه في الاماكن العموميه وابواب مفتوحه على المؤسسات التكوينيه، نقوم ايضا بتنظيم اسابيع تحت الأيام الإعلامية والتحسيسية. كذلك تنظيم معارض وقوافل كما تفضلت، قوافل تحسيسية نحو مختلف المناطق وخاصة منها النائية، توفير الدعائم الإعلامية وتوزيعها بالأماكن الخاصة الأماكن العامة، تنظيم زيارة ميدانية للمؤسسات الاقتصادية. هذه عندنا اتفاقية مع التربية الوطنية حتى يكون هناك اتصال بالتلاميذ في المؤسسات التربوية، ونقوم بتعريف القطاع تاعنا بكل التخصصات المعروضة، وحتى نقوم باستقبالهم على المؤسسة على مستوى المؤسسة التكوينية. نعم. وأيضا نقوم حتى ب نقوم نقدم لهم زيارة إلى المؤسسات الاقتصادية. كذلك استغلال مختلف التظاهرات الاقتصادية والثقافية المحلية بالتنسيق مع السلطات المحلية. نعم. إذن هي كلها آليات لتقريب هذا التخصصات الجديدة إلى الشاب الجزائري، يعني حتى يتقرب من مراكز التكوين المهني. طبعا إذن هذه متواصلة هذه الحملة الإعلامية والتحسيسية، كما قلت خريطة طريق مدروسة. نعم. وهي متواصلة إن شاء الله، وستدعم في الأسابيع القضية القادمة هذه، حتى إن شاء الله يكون الإقبال يكون أكبر عدد من الشباب. نعم. يلتحقوا إن شاء الله بنا يوم 8 أكتوبر 2023. طيب سيد بالخروبي، قطاع التكوين يراهن على ترسيخ روح المقاولتية، كآخر سؤال وقبل أن نختم، كيف تعملون أنتم على مستوى ولاية المدية ترسيخ
المقاولتية في الشام الجزائري؟ في هذا المحور هذا المقاولتية نعمل بالتنسيق مع الشركاء تاعنا كما ذكرت، وخاصة آلية التشغيل منهم لاناد ولونجام. نقوم بحملات عبارة عن تقديم دروس للمقبلين على التخرج، المقبلين على التخرج من مختلف المؤسسات التكوينية، لشرح كل النصوص القانونية وكذلك المساعدات التي تقدمها الدولة، حتى يكون الشاب تكون عنده طبعا بعد عملية التكوين ويكون مؤهل حتى يستطيع أن يندمج في عالم الشغل والمقاولتية بكل أريحية، وتكون عنده كل المعلومات اللي يحتاجها، ونرافقوه بفضل دار المرافقة والإدماج اللي عندنا اللي توفر عليها قطاع التكوين والتعليم المهنيين على مستوى كل الولايات، رافقوه في كل المراحل كما رافقناه قبل التكوين وأثناء فترة التكوين، رافقوه أيضا بعد التكوين. وفيها العديد من النماذج الناجحة من المؤسسات الناشئة طبعا، وراهم كل مرة تكون عندنا معارض ننظمها ولا إلا، ونستدعي هؤلاء الشباب اللي تخرجوا عندنا وقاموا بمشاريع ناجحة، إلا ويكونوا مدعوين باش يقدموا هذه المنتوجات تاعهم والنشاطات تاعهم خلال ذلك المعرض للسلطات المحلية وكل المقبلين على هذه تلك المعارض. نذكر سيد بالخروبي أن عملية التسجيل في منصة مهنتي مازال متواصل إلى غاية تاريخ 30 سبتمبر. شكرا جزيلا لكم أنتم مدير التكوين والتعليم المهنيين لولاية المدية السيد خالد بالخروبي على كل التفاصيل المقدمة حول آخر التحضيرات للدخول المهني الجديدة. بارك الله فيكم وشكرا شكرا. من مرة أخرى على الدعوة. شكرا. إذن مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لاستكمال برنامج الظهيرة. We'll be right back.
أهلا بكم مجددا. إذن آخر موضوع سنتطرق إليه اليوم في برنامج الظهيرة سيكون حول ملف الوقاية من أخطر التقلبات الجوية والإجراءات والتدابير المتخذة من طرف مصالح الحماية المدنية. لمناقشة هذا الموضوع يحضر معنا المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية سيادة الملازم كريم بن فحصي. أهلا وسهلا، شكرا على تلبيتكم الدعوة. شكرا، تحية مسائية عطرة لك ومن خلالك لكل الزملاء والزميلات في الاستوديو. مساء الخير كل المواطنين المتابعين عبر قناة التلفزيون العمومي. إذن سيادة الملازم، الحماية المدنية دائما تدعو المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر جراء التقلبات الجوية. دعني أبدأ معكم من الحصيلة المسجلة جراء السيول والمياه الجارفة التي مست عدد من ولايات الوطن. نعم، طبعا في البداية بودي أن نرفع آية التعازي والمواساة لأهالي الضحايا الذين وافتهم المنية من جراء ارتفاع منسوب المياه الأمطار التي تساقطت في ولاية الغرب الجزائري وخلفت لنا 4 وفيات على مستوى منطقة باب العسة بولاية تلمسان، وخلفت لنا كذلك 4 وفيات على مستوى منطقة واد الشادلي بولاية البيض. فباسم المدير العام للحماية المدنية العقيد بولا مغلاف نرفع آية التعازي والمواساة لأهالي الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين الآخرين. طبعا 8 وفيات خلفتهم المياه الجارفة والسيول والأمطار التي تساقطت في 72 ساعة الأخيرة على مستوى ولاية الغرب الجزائري، قلت وخلفت لنا وفيات بالإضافة إلى تعطيل حركة المرور على مستوى شبكة الطرق، خاصة أن هذه الأمطار جاءت بعد تقريبا منتصف الليل في حدود الساعة 11 ليلة 11 والربع، تساقطت في وقت قصير بكمية كبيرة. وهذه الأمطار اللي كنا نتكلم عليها في العديد من البلاطوهات سواء في برنامج الظهيرة أو في هذا الصباح، وقلنا أنه بعد نهاية فصل الصيف دائما كاين أمطار موسمية تتساقط في وقت قصير بكمية كبيرة، وفي كل مرة كانت برقية الأحوال الجوية تخبرنا وتنبئنا عن مستوى التساقط اللي راح يكون في هذه الولايات المعنية. فالمديرية العامة للحماية المدنية تستقبل هذه البرقيات من قبل الديوان الوطني للأرصاد الجوية التي نشتغل معه 24 ساعة على 24 ساعة 7 أيام على 7 أيام طيلة 12 شهر، يزودنا بكل المعلومات المتعلقة بحالة الجو أو ما يسمى بالظروف المناخية الاستثنائية. بدورنا على مستوى مركز القيادة الوطني أو ما يسمى بالسيناك على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية نحول هذه البرقيات إلى كل ولايات الوطن خاصة الولايات المعنية بحالة الجو. نعم، يكون بيان على شكل بيان ويكون يأتي بعده ما يسمى بالتعليمات، ما هي الإجراءات التي لابد أن تتخذ في هذه الولايات، تنزل تعليمات من المديرية العامة للحماية المدنية من أجل التأهب والاستنفار لا قدر الله إذا كان تساقط كبير ويرتفع منسوب المياه، فالمصالح نتاعنا تكون في حالة تأهب تكون في حالة استنفار رقم واحد. هذا بالنسبة للولايات المعنية، بالإضافة إلى تنزل تعليمات أخرى إلى الولايات المجاورة من أجل التأهب كذلك، لأنه في حالة ما كان الوضع ربما خرج على السيطرة في ولاية من ولايات الوطن نستعين بالإمكانيات المادية والبشرية تاع الولاية ميطروف الولايات المجاورة. مثلا لما شفنا على مستوى ولاية تلمسان هذا الأمطار اللي كانت راح تتساقط بهذا الكمية الكبيرة، كانت ولاية تيموشنت في حالة استنفار، ولاية بلعباس، ولاية تيارت، ولاية وهران، ولاية مستغانم كلها كانت في حالة استنفار من أجل لا قدر الله خرج الوضع على السيطرة. هنا المصالح نتاعنا تعطي تعليمات صارمة في شكل برقيات مستعجلة إلى المديريات الولائية للحماية المدنية المجاورة من أجل تقديم الدعم. يدخل في إطار المخطط الاستباقي. نعم، يدخل في إطار المخطط العملياتي. لأنه إحنا الآن أنا في وقت ما يسمى بوقت الكارثة. لا قدر الله إذا كان تساقط كبير وخرج الوضع على السيطرة. هنا الآن رانا أون بلان أكسيون. في الولايات المجاورة هنا نطلب منها الدعم، تجيب لنا الإمكانيات المادية والبشرية من أجل الاستحواذ على الوضع وحماية المواطنين بالدرجة الأولى، ثم حماية الممتلكات بالدرجة الثانية، ثم البيئة لإعادة الحياة الطبيعية لمنطقتها. طيب ماذا عن التدخل أثناء السيول الجارفة؟ يعني كيف يكون التدخل في عين المكان؟ نعم، طبعا قلت احنا لما جينا هذه البرقيات الجوية في الولايات المعينة المعنية بهذا الحالة الجو، قلت الأعوان تاعنا يكون في حالة استنفار من خلال التساقط اللي رانا نشوفوا فيه الوحدات نتاعنا تخرج النجادات نتاعها ما يسمى بشاحنات التدخل وتقوم بدوريات استطلاعية إلى كل المدن والمناطق الحضرية التي شاهدت أو عرفت ارتفاع منسوب المياه باش نساهم أولا في حماية المواطنين لا قدر الله إذا غمرت بيوتهم
نعم. المياه التي يتم تحديد النقاط السوداء. أكيد أكيد على مستوى كل ولاية هناك ما يسمى بخريطة الأخطار. نعم. كل ولاية تختلف الأخطار نتاعها من ولاية إلى ولاية أخرى. فعلى مستوى ولاية مثلا تلمسان لما جاتنا البرقية تتعلق بارتفاع منسوب مياه الأمطار أو كان تساقط راح يكون في اللحظة القادمة، هنا توضع الخرائط على مستوى قاعة العمليات ويتم تحديد النقاط التي ممكن يكون فيها ارتفاع منسوب المياه. وإحنا نعمل في نفس الوقت ونتابع التدخلات والنداءات تاع المواطنين اللي يطلبوا يد المساعدة، بالإضافة إلى المصالح الأمنية، الدرك الوطني وأفراد الجيش والأمن الوطني، وكذلك كل المتدخلين، مصالح الأشغال العمومية، الدول الوطنية للتطهير. وهنا الزملاء نتاعنا يكونوا موجودين في عين مكان. قلت البداية تكون بحماية الفرد أو حماية النفس البشرية من الهلاك، ثم حماية الممتلكات، ثم نروحوا إلى البيئة. لكن احنا نتكلم الآن على الأكسيون، على الحالة. لكن احنا كان هناك عمل استباقي سبق وقوع هذه الواقعة أو هذه الحادثة، من خلال أننا تطرقنا قلت في هذا البلاطو أو بلاطوهات أخرى في التلفزيون العمومي أو القنوات الأخرى، تكلمنا على ماهية الإجراءات الوقائية التي لا بد أن تكون موجودة في الواقع حتى نتفادى خطر السيول والمياه الجارفة. تكلمنا قلنا المواطن من خلال المنابر الإعلامية، من خلال الإذاعات المحلية، من خلال ما نشرناه في الصفحة الرسمية للمديرية العامة للحماية المدنية، قلنا المواطن الكريم لابد أن يساهم فيما يسمى بعملية تنظيف جوار المسكن، المساهمة في تنظيف أكرمك الله البالوعات وتنقيتها وفتحها. في بعض المرات هناك بالوعات قريبة من المساكن، قريبة من الدكاكين والمحلات التجارية، توضع لها أغطية لتفادي أكرمك الله الروائح الكوارهة وخروج الجذام في فصل الصيف. فاحنا كنا نذكر المواطنين ضرورة الامتثال إلى هذه التعليمات والنصائح. نعم. حتى لما يكون تساقط نصيب الماء من يروح. طيب بالإضافة إلى كل هذا في أيضا نصائح وإرشادات مقدمة للمواطنين لتفادي خطر السيول الجارفة. يعني أبدأ معكم من مستعملي الطريق وخاصة السائقين سيد كريم بالفحصي. نعم لو تسمحي لي أختي الكريمة والمشاهد الكريم، النصائح هي مرتبة من 1 إلى 12. نعم. ففيها الجانب اللي هي يتعلق بالمركبات وعدم المغامرة والمجازفة بالمركبات. فنقول للمواطن الكريم لابد أولا على متابعة النشرات الجوية التي يطلقها التلفزيون العمومي أو القنوات الخاصة أو من خلال الهواتف الذكية اللي نحملوها، رانا نشاتي ورانا فيسبوكي، يطلعونا في ليباج جينيرال، عم يطلعونا ما قالت عنه أو ما قال عنه الدول الوطنية الأرصاد الجوية بخصوص حالة الجو. إذن لابد من متابعة النشرات الجوية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. النقطة الثانية الابتعاد كل البعد عن الأودية، الجسور وأعمدة الكهرباء. المواطن الكريم احنا نشوفه في الشتاء لا يتصب بزاف، لابد عليه أنه يرفع من درجة الحيطة والحذر ويبعد كل البعد عن الأودية، على الجسور، وكذلك الأعمدة الكهربائية لا قدر الله إذا كان ربما بفعل الرياح ولا تسقط. كذلك النقطة الثالثة يتجنب السيول الجارفة والمناطق المغمورة بالمياه، سواء كان ذلك على مستوى المركبات أو راجلين. دونك حنا رانا في المركبة نتاعنا وشفنا باللي الماء بدا يطلع في هذه الطريق اللي هي عبارة عن منحدر ولا منخفض، حنا ما نفكرش الطوموبيل تاعي الاسم نتاعها والشكل نتاعها، نفكر في النفس البشرية. صحيح. لانه السياره كما نقولوا احنا الحديد مخلوق، بصح النفس البشريه لا قدر الله بقيت انت والزوجه نتاعك والولاد صغار وراك تعتقد باللي راح تحبس الشتاء وتقدر تجوج تاع الطوموبيل تاعك. نعم. هذه تسمى يعني داخل الانفاق او الجسور. اكيد ممنوع، احنا تكلمنا عليه. نعم. الابتعاد عن الجسور وكل ما يتعلق بهذا الشيء. فالنفس البشريه ما عندهاش ثمن وما يقدرش الانسان هنا عنده سلطه تقديريه، فانا نحمي نفسي والافراد اللي راه موجودين معايا، والسياره اذا كان قاسها الماء وداتها سيول جارفه فالحمد لله على هذا الوضع، إذا ما اديتهاش فأنني حميت النفس البشرية من الهلاك. النقطة الرابعة تسهيل جريان مياه الأمطار بتنظيف البالوعات في محيط التواجد تاع المنزل بواسطة مجرفة إذا هذا الشيء تكلمنا عليه، قلنا من خلال تنظيف جوار المسكن، البالوعات، تنقية نتاعها، حافة الوديان إلى غير ذلك. النقطة الخامسة لابد أن نتجنب تماما فتح قنوات الرئيسية للصرف الصحي أو مياه الأمطار تفاديا لحدوث صغر. هذه في الحقيقة تصرفات لابد الانسان يكون يعرفها. احنا نشوفوا الارتفاع تاع منسوب المياه، قوه المطر ولا قوه الواد اللي جايه، ونروحوا احنا نبقاو قدام لي زافالوار ولا نروحوا نحاولوا اننا نفتحوا لافالوار والواد راهو جاي بقوه كبيره. حتى في بعض المرات يقول لك المواطنين سمعنا الحس، يقول لك كي كان الواد جاي سمعنا تقول يدير فيه واحد الداوي. نعم، لان قوه الماء مع ما تجرفه من حصى ورمل وطمي ووحل يجعل هذا الحس اللي احنا نسموه عباره عن صوت، فضروري أن نتفادى هذه السلوكات. كذلك النقطة السادسة اللجوء إلى أماكن آمنة في غاية الاستقرار أو استقرار الوضعية الجوية اللي رانا عايشينها، نروحوا إلى أماكن عالية
حتى تستقر وضعية الجو، سواء تساقط البارد أو الأمطار أو غير ذلك. النقطة السابعة كذلك تجنب الخروج أو قيادة المركبة عند اشتداد الاضطراب، هذا الشيء اللي كنت تتكلمي عليه انتيا. فهنا يجرني الحديث إلى الناقفة، ونتذكر معا تلك الواقعة التي وقعت في منطقة الخروب بولاية قسنطينة. الزوج والزوجة هما في زوج محامين السنة الماضية، نعم، وتعرضوا إلى ما يسمى إلى سيول ومياه جارفة، بقوا داخل المركبة نتاعهم ورام يعتقدوا هما باللي أو راح تحبس المطر ولا يقدروا يجوزوا. فهنا على كل حال القضاء والقدر كان حاضر في عين المكان، وتوفي معا داخل المركبة على شكل أنه المركبة صبحت مغمورة بالماء وتوافوا غرقة في هذه الصورة. فنتفادى أننا نغامر بالسيارات نتاعنا إذا شفنا كان قوة المطر وقوة التساقط، فنحاول أنني نغادر المركبة نتاعي خاصة إذا كان على شكل منحدرات. النقطة الثامنة، لابد التقيد بقواعد القيادة الآمنة للمركبات مع احترام مسافة الأمان في مثل هذه الظروف الجوية، لأنه احنا لما نسوق في الصيف حتى النفس تاع لي بنو ماشي كيما النفس اللي تكون في فصل الشتاء. فصل الصيف عنده حجم معين، فصل الشتاء عندها حجم معين. كذلك الإطارات لي بنو في فصل الشتاء لابد يكونوا لي بنو جدد. علاه؟ لانه فجاه انتك راح تكبح المركبه، لازم توقف. اذا كانت هذه لي بنو الاطارات ممسوحه فراح تزلج بك السياره الى اليمين او اليسار او الى الامام، ما يسبب لك الاصطدام من الخلف. وهذا ما وقع قبل 10 ايام من اليوم، يوم السبت صباحا في نهاية شهر أوت، الواقعة التي وقعت على مستوى منطقة بوعرفة بالطريق الوطني رقم 1 طريق السيار، اصطدام 20 مركبة فيما بينها على الساعة 4:30 صباحا. 20 مركبة، 12 طوموبيل، 12 سيارة، 7 شاحنات وحافلة، خلف 33 جريح، 4 منهم كان في حالة خطيرة. إذن بسبب التساقط الأولي للأمطار وعدم احترام قواعد السلامة وعدم ترك مسافة الأمان. بالإضافة إلى أنه الزخات الأولى من المطر تسبب لنا ما يسمى بالطريق يصبح زلج، كاين زيوت اللي تخلف على الحافلات والشاحنات الوزن الثقيل، فغير تصب هذيك القطرات الأولى تاع الشتاء الطريق يولي عبارة عن صابون. تولي المركبة تروح اليمين يسار الأمام، ما تقدرش تحكم فيها. في بعض المرات تبقى تشاحن في المركبة، لابد من تقليل السرعة. أكيد تقليل السرعة، التقيد بإجراءات السلامة والأمن، خاصة على مستوى شبكة الطريق، واستعمال الأضواء أيضا طبعا ومسيح. طبعا هذا يدخل في إطار صيانة المركبة. إذا المركبة نتاعك أنت ما شفتهاش الصباح لي سوي كلاس تاعها، مسيحة الزوجية، الإشارات الضوئية، الغمازات، المكابح، كل ما يتعلق بالمركبة نتاعك. فهنا احنا إذا توفروا 3 عناصر يوقع الواقعة أو توقع الواقعة اللي هي المركبة، الطريق، والعنصر البشري. سيادة ملازم، حتى السياقة في المياه المغمورة، وكنت أشرت إليها سابقا، يعني خطورة ذلك، يعني في أفراد يعني يبقون في السيارات. هذا خطأ كبير، وهذا قد يؤدي إلى يعني فقدان حياة. هذه نسميه ما يسمى بسيدتي الفاضلة، نسميه بالمجازفة والمخاطرة. انت راك تشوف بغض النظر عن تسميه المركبات، بغض النظر عن شكل المركبه، لابد على الانسان لما يشوف ارتفاع منسوب مياه الامطار والمركبه نتاعو شاف باللي الماء بدا يرتفع المنسوب نتاعها لسبب او لاخر، هنا حمايه النفس البشريه قبل حمايه الممتلكات. لازمك تغادر المركبه نتاعك. وحنا عاده نشوفوا هذا الامطار وحنا دوكا في الدخول المدرسي، نشوفوا الزوج والزوجه ربما موظفين يروحوا لاكريش ولا يروحوا المدرسه يجيبوا الاولاد، ومن بعد يحكمهم في سيرتا مومو يحكمهم هذا المطر الكبير، يبقوا قاعدين داخل المركبه الاب والام الزوج والزوجه والاولاد، ويستناوا المطر تحبس حتى تغمرهم المياه، ولا قدر الله يصبحوا العائله كامله تصبح متوفات بهذه نسميها ما قدروش الوضع في عين المكان، ما يسمى بالسلطه التقديريه. هنا نحمي نفسي ونحمي الافراد اللي معايا والمركبه إذا غمرتها المياه ربي يخلف، إذا ما مستهاش وحبست المياه على الأقل نفس البشرية تكون معززة مكرمة. إذا كذلك عدم المجازفة بقطع الطريق المغمور بالمياه، هذا اللي نتكلم عليه، وعدم الخروج إلى الضرورة القصوى خاصة من أصحاب بالنسبة للأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. الأولاد صغار احنا نشوفوا شتا يتصب، ما نبعثوا لا يروح يجيب باكي كاطو ولا يشيل الحليب ولا يشيل القهوة، شتا راه يتصب خليه يقعد في الدار، لأنه طفل صغير ما يعرفش يقدر الخطر، ما يعرفش يقطع الطريق، ممكن يتسرع، ممكن ربما مركبة تكون بسرعة متهورة أو ربما بسبب الزلج تاع الطريق ربما يصطدم به. حتى كبار السن ما يسمعوش مليح وما يشوفوش مليح، ولذلك كبار السن نحافظوا عليهم داخل الدار في ظل الظروف المناخيه الاستثنائيه، نمنعوهم. يدخل في اطار التوعيه والتحسيس، يدخل في اطار التوعيه والتحسيس، وحنا موجودين معك هنا في البلاطو باش نزرعوا هذا التعليمات وهذا الارشادات وهذا النصائح لفائده المشاهد الكامل. اذا النقطه العاشره، تخفيض السرعه والسير بحذر لتفادي حوادث المرور وتجنب الهلع والتصرف بهدوء امام اي طارئ. لابد اننا نبتعد كل البعد عن كل ما يعكر نسميها التربيه المروريه.
تراك تشوف الشتاء نقص السرعه نتاعك، اذا اضطريت باش تتوقف على اليمين في مكان امن يسمح لك به الوقوف توقف، اذا كان تقدر تمشي بسرعه منخفضه وانت راك مثبت في القياده نتاعك هذا احسن، اذا ما قدرتش كله اخرج من الطريق وروح لمحطه الخدمات ولا في المكان اللي مسموح فيه التوقف والوقوف ويكون بعيد عن الخطر تاع ارتفاع من شوب المية حتى تحافظ على نفسك وتحافظ على الاخرين اللي في الطريق وتحافظ على المركبه نتاعك. كذلك ما نروحوش الى ما يسمى بالهلع والخلع واصدار الاصوات وربما الصراخ الى غير ذلك، لانه راح ناثروا على فئه واحده اخرى، كاين ناس وحدخرين ناثروا عليهم، وبالتالي نلتزم الهدوء وتهدئه الروع، لان احنا رانا قدوه، احنا اللي رانا راشدين رانا قدوه للاطفال وقدوه للكبار السن وقدوه للنساء المرضى وللحوامل وغيرها من فئات المجتمع المدني. النقطه 11 تفادي الوقوع في خطر القاتل الصامت، خاصة لما تتساقط الأمطار تخبطها درجة الحرارة، نروحوا نشعلوا لي بوال تاعنا ورانا داخلين في البرنامج تاع العمل التوعوي التحسيسي لخطر المونوكسيد الكربون، نروحوا نشعلوا لي بوال ونغلقوا كامل التواقي حتى لا قدر الله يولي عندنا مكروه ما يسمى ب الوفاة بسبب اختناق ما يسمى بأول أكسيد الكربون القاتل الصامت أو ما يسمى ب التسميه نتاعو اللي الفكره، ولكن التسميه اللي يعني كنا متداوله عليها عند الاسر ما يسمى بالمرعوب. نعم. هذا هو المرعوب. النقطه 12 مراقبه الاطفال داخل البيوت من اجل تفادي الحوادث المنزليه، خاصه اننا نبقاو ليتين مع الشتاء ونشوفوا من النوافذ. نعم. ربما هما راهم عند الكويزينيان عند المطبخ عند عند البوال الى غير ذلك، ربما في البالكون، لابد اننا نراقبوهم بحذر. تبقى المديريه العامه للحمايه المدنيه وضعت تحت تصرف المواطن الكريم رقم النجدة 14 والرقم الاخضر 10-21 لاي طريق، احنا ما نتمنوا ولا طريق يوقع. 24 ساعه على 24 ساعه مع تحديد يعني طبيعه العنوان وطبيعه الخطر. نعم اكيد. نعم بالاضافه الى كل ذلك فيه ايضا سياده الملازم نصائح يجب التقيد بها في حال تسرب المياه للمنازل. نعم نعم. لا قدر الله عندنا بيوت ومنازل او مؤسسات عموميه دون مستوى الطريق، في بعض المرات نصيبوا الطريق عالي والبنايات على اليمين وعلى اليسار دون مستوى الطريق، وصرى ما يسمى بالتسرب، المياه دخلت للديار. اولا على الاسر الكريمه انها تروح تقطع التيار الكهربائي والمنبع الرئيسي للغاز باش نتفادى الشرارات الكهربائيه ونتفادى خطر الغاز سواء البوطان او الغاز المميع او غير ذلك. هذا من جهة، من جهة أخرى رفع كل ما هو عبارة عن غالي الثمن أو ما يسمى بالغنيمة، الذهب اللي راه موجود في الدار، المبالغ المالية، الوثائق تاع المسكن هذا نرفعها إلى أماكن عالية حتى نتفادى الإتلاف نتاعها. بالإضافة إلى السيدات الفضليات في بعض المرات كلنا في الأسر الجزائرية تقريبا نفس التقاليد، إذا عندنا المواد التنظيف أو مواد الكاشيطة عندنا صانيبو وعندنا هذيك روح الملح وعندنا باش نديروا بها عمليه التنظيف. نعم. في المراحيض اكرمك الله وفي الصال دو بان وغير ذلك. فهنا في هذه الظروف على الامهات على السيدات الفضليات او على الراشدين اللي هم في الدار يرفعوا هذه المواد حتى لا تمتزج بالمياه اللي تسربت للدار، ولا قدر الله عندنا دي بيبي صغار ولا عندنا دراري صغار ولا يمتزج هذا المياه الكاشطه مع المياه المتسربه ويوقع لنا ما يسمى بالتلوث، والتلوث راح يؤدي بنا سواء اذا كان طفل صغير لا قدر الله شرب ولا ما نشعفنا سقط من البنك تاعو ولا حاجه راح يولي عنده امراض على مستوى الجهاز الهضمي، واذا كانت مساته في الجسم نتاعو راح تولي ما يتعلق بالبشره نتاعو والجلد نتاعو. فنحاول سيدات الفضليات او الراشدين اللي راهم موجودين داخل الدار يرفعوا هذه المواد الكاشطه حتى ما تكونش عندها امتزاج مع المياه المتسربه، بالاضافه الى قلت قطع التيار الكهربائي وقطع منبع الغاز باش نتفاداو اي خطر يوقع من الشرارة الكهربائية او الغاز. هنا المصالح نتاعنا تتدخل وتاتي بما يسمى بانابيب الامتصاص وتمتص هذه المياه من خلال شاحنات التدخل اللي تكون موجوده ومسخره، بالاضافه الى الاعوان تاعنا اللي راح يقدموا يد المساعده للافراد ينقلوهم من المكان هذا ويحولوهم الى الاماكن الامنه. لكن سيدتي الفاضله انا اردت ان اتوقف هنا، لو نشارك جميعا ونساهم جميعا فيما يسمى بالعملية التطوعية التضامنية، وهذه ليس بغريب علينا احنا كشعب جزائري، احنا شفناها في أكثر من مرة، وزارة الداخلية والجماعة المحلية أطلقت حملة لنظافة المحيط والبيئة، وشفنا المجتمع المدني شارك والجمعيات والجمعيات المساجد وشفنا. فأنا حبيت نغتنم هذه الفرصة ونأكد على المجتمع المدني باش نواصلوا في هذا العمل التوعوي والتحسيسي والعمل تاع نظافة البيئة. نعم. لأنه إذا نظفنا أنت تنظفي قدام دارك ولا ننظف قدام دار وهذا ينظف البالوعة اللي قدام دار، وصاحب المصنع ما يرمي لناش الردوم على حافة
قريعه الواد والردوم والنفايات المنزليه ما نرميهاش على قريعه الواد. لما تصب الامطار هذا التساقط يروح في المجرى نتاعو عادي. نعم. ما يصرالناش ما يرفع لناش من المجتمع المدني في العمليات التوعويه. اذا لابد على الجميع ان يساهم ويشارك في هذه الصوره، لانها في الحقيقه هي صوره المواطنة للمواطن الجزائري. نعم. من صور المواطنة للمواطن الجزائري أننا نكون متحضرين في هذه السلوكات وما نرميوش أصابع الاتهام على جهة معينة. نعم. قال البلدية ولا الديوان الوطني للتطهير ولا الحماية المدنية ولا غير ذلك. فالكل يشارك في هذه العملية. هذا سيادة الملازم يجب متابعة البيانات التي أكيد. تصدرها المديرية العامة للحماية أكيد. المدنية سواء عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو حتى البيانات التي تصدرها. نعم. أو يصدرها الديوان الوطني للأرصاد الجوية. نعم، هناك عمل مشترك بين الديوان الوطني للأرصاد الجوية والحماية المدنية في هذا الموضوع. احنا على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية نحول كل البرقيات الخاصة والبرقيات المستعجلة إلى الولايات المعنية. نعم. وننشرها في صفحة التواصل الاجتماعي الفيسبوك الخاص بالمديرية العامة للحماية المدنية، كذلك على مستوى تويتر، على مستوى الانستغرام، وعلى مستوى الواتساب للصحفيين والإعلاميين، ونشتغل كلنا في نسق واحد مع المصالح الأمنية من أجل حماية المواطن من الهلاك وحماية الأفراد من كل الأخطار التي تهدد حياتهم. شيء اللي ربما سجلناه في تلمسان والبيض نقدر نقول أنه أمثلة حية إن شاء الله ما تتكررناش في ولاية أخرى من خلال وجودنا في هذه البلاطوهات الإعلامية والتلفزية، ونذكر المواطنين بماهية الإجراءات الاحترازية لتفادي خطر السيول والمياه الجارفة. أكيد أنه هذا العمل جار من أجل تفادي مثل هكذا. نعم. أحداث يعني للأسف ضحايا جراء السيول والمياه. نعم. الجارفة. نتمنى السلامة للجميع. كلمة ختامية سيادة الملازم. والله وش نقول ككلمة ختامية لهذه الجلسة، لأنه إحنا ما زلنا مرافقين المواطن الكريم 24 ساعة على 24 ساعة، 7 أيام على 7 أيام، 12 شهر، باش ناخذوا بيده إلى بر الأمان. أنا أشكر وسائل الإعلام الجزائرية وعلى رأسها التلفزيون العمومي على مناقشتها لهذه المواضيع التي تهم الحياة العامة وتهم المواطن الكريم والمواطن الجزائري. فبفضل التلفزيون العمومي وبفضل القنوات التلفزيونية المعتمدة في الجزائر أصبحنا ندخل للبيوت والأسر دون أن نطرق الباب. فإحنا الآن أنا موجود معك الآن في البلاطو ندردش نتحاكى في هذا الموضوع، لكن المستفيد هو المواطن الكريم اللي راه على مائدة العصرونية أو يشاهد فينا وراه يسمع فينا، وإن شاء الله هذه النصائح اللي راهي من القلب توصل للقلب. نتمنى السلامة للجميع. شكرا جزيلا. شكرا لكم سيادة الملازم كريم بن فحسي، أنتم المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، على كل التفاصيل المقدمة. شكرا لك ومن خلالك إلى كل زملاء في التلفزيون العموم. شكرا. إذن مشاهدينا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج الظهيرة. شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.